إن شاء الله راح نتكلم عن بعض المشكلات الاقتصادية التي يعانون منها المسنين. هناك مشكلات اقتصادية يعاني منها المسنين لنقص مواردهم المالية ولضعف الأداء لديهم، وأيضا للتقاعد أو لترك العمل، وهذا في حد ذاته مشكلة نفسية واجتماعية وصحية واقتصادية، وطبعا أبعادها مؤثرة جدا، ويعني التأثير كبير جدا على النفسية والعقلية والجسمية. وأيضا بعض الأحيان يجد الشخص ليس لديه يعني أي وظيفة، وهو أيضا في فترة الشيخوخة وكبير في السن، مما يعني تقلب عليه التعب والمرض وشدة الحياة، مما أيضا بعض من كبار السن قد يفكرون بالانتحار بسبب عدم وجود المال وبسبب الفقر، وأيضا أو عدم قدرتهم على شراء بعض العلاجات الغالية جدا التي قد تصل إلى $5,000 وما فوق. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.